السلام عليكم، حياكم الله يا شباب. نظرا إلى الكثير من التساؤلات والاستفسارات على الإيميل، حبيت أن ننزلكم هذا المقطع التفسير العلمي للثقب الأسود، أو وش صار في الصاروخ هذا اللي فجر فورتنايت والخريطة كلها امتسحت. إيش سوى الصاروخ بالضبط؟ وش سالفة الرفتات اللي تفجرت؟ أنا راح أحكي لكم إن شاء الله في هذه القصة. يقولك في مرة من المراير كان في صاروخ في اللوت ليك، طبعا الشعب متجمهر حوالينا، ومليون وخمسمائة ألف مدري كم متابع في تويتش، يعني العالم كلهم صاحين كذا على تويتش وفي اليوتيوب، طبعا البثوث كلها جالسين يتابعونها، وانتد ما سوى بث للأسف. المهم لاني ما قدرت سجل دخول في إبك. المهم علينا، ما نطلع برا من الموضوع. الصاروخ هذا يطول العمر أنا أحكي لك قصته. طار الصاروخ هذا، وش كان هدف الصاروخ؟ صاروخ اتجه على السماء، سماء فورتنايت. طبعا السماء هذه كانت مليانة بالثقوب اللي هي الرفتات. هذه الرفتات كانت مجرد ثقوب في طبقة، مثل ما تقول طبقة الأوزون. طبقة الأوزون وش فائدتها؟ أنها تحمي كانت خريطة فورتنايت. طبعا يوم طار الصاروخ وكسر الثقوب هذه كلها، خلاص يعني الطبقة هذه امتسحت، يعني فورتنايت معرضة لأي شيء، معرضة إلى النيزك، معرضة إلى أي خطر خارجي من الفضاء. طيب هذه كانت الفكرة. فطبعا بعد ما تكسر الرفت كله أو الطبقة هذه، صارت النيزك تنزل على فورتنايت يا حبيبي زي الحلاوة. كل شوي ينزل لك صاروخ ويمسح لك مدينة. فمثل ما تشوفون هذا الصاروخ الأحمر وجاء معاه ست صواريخ زرق. الست صواريخ توزعت حوالين فورتنايت الخريطة كاملة. أما الصاروخ الأحمر نزل لك يا طويل العمر مسنتر على لوت ليك. بعد ما صدم الصاروخ الأحمر هذا في لوت ليك والصواريخ الزرق حوالين فورتنايت، اللاعبين كلهم طاروا في السماء كذا يشوفون الماب كامل قدامهم زي اللوز، وفجأة خلاص مع الغبار وكذا، ويشوفون الباص كذا يمتسح مع الثقب الأسود، وكل شوي واحد ينسحب من أخوياه. المهم لين ما انسحب اخر واحد فيهم الى الثقب الاسود وما شافوا غير هذه الشاشه قدامكم. فوش يصير بعد هذا؟ الله اعلم. ولكن هذه الفكره، ان طبقه الاوزون حقت فورتنايت امتسحت، وهذه نفس ما تقول ذا انت او نهايه فورتنايت. طبعا الفكره ان خلاص اللعبه هذه نهايتها، بس هذا شيء اكيد مستحيل. قبل لا اختم المقطع، اتمنى انكم تشتركون في القناه عشان نوصل 1000 مشترك، ويمدينا نلعب جيم كذا مع المتابعين او المشتركين، ونفلها مع بعض إن شاء الله نقول في الماب الجديد. واعذروني إذا كانت بعض المعلومات من الكيس، وإذا ما كانت كلها. وأشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.